الشاعر الكبير جمال القصاص هو واحد من أهم شعراء السبعينيات، ساهم في تأسيس مجلة إضاءة 77، وهو يملك إنتاجاً شعرياً غزيراً، فله عدد كبير من الدواوين أحدثها مثل قبلة أو أكثر. يقدم القصاص في هذا الديوان وفي معظم الدواوين التي سبقته نموذجاً للقصيدة الجديدة، وهذا يعني أنه رغم تجاوزه عامه 70 إلا أنه يؤمن بالتطور ويأخذ بأسباب التجديد، لدرجة أن قصيدته يمكن حسبانها على القصيدة الجديدة التي يكتبها الشباب. في لقائنا معه يتحدث القصاص عن تجربته في ديوانه الجديد، كما يتحدث عما تبقى من جيله جيل السبعينيات، ويكشف عن رأيه بكل صراحة في شعراء التسعينات وما بعدها، أو ما يطلق عليهم التسعينيون، وأيضا عن رأيه في شعراء الشباب. نتابع. تجريب ضرورة حياة بالنسبة للمبتدع، يعني يصول من عطب الشيخوخة وعطب اللغة وعطب الزمن وعطب المكان، فهذه ضرورة مهمة، ولابد أن يعي الشاعر أن التجريب هو ابن الحياة. يعني شعراء السبعينيات أو تجربة السبعينيات يعني طلعت في لحظة مفصلية من عمر الوطن ومن عمر الشعر المصري أساسا. معظم الشعراء يعني حينما طلعنا في السبعينيات لازوا بالمنفى كوطن بديل، ونحن كنا في هذا الواقع، لابد أن نجرب وأن نضخ دماء جديدة في الشعر المصري، وأعتقد أننا قد نجحنا بالفعل وقدمنا تجربة لا تزال مثيرة للدهشة والأسئلة، ولا تزال قابلة للنقص وللإضافة. يعني هذا هو قانون الفن، الإبداع الحقيقي. يعني هذه التجربة أساساً لم تنفصل عن تراثها، ولم تنفصل عن ماضيها، ولكن هي فعلاً يعني ضخت في هذا التراث دماء جديدة. أعتقد أن هي لا تزال حية حتى الآن. معظم شعراء السبعينات يعني ما تبقى منهم أفراد، يعني ربما لا يتجاوزون أصابع اليد، لكن في النهاية قادرين إن هم فعلا يتواكبوا مع إيقاع الحياة والشعر الجديد. شعراء السبعينات هناك فهم خطأ، شعراء التسعينات هناك فهم لديهم خطأ في النظر إلى قصيدة النثر، وهي إن هي قصيدة مجانية مبتذلة. هذا ليس مظبوط. قصيدة النثر من أصعب الكتابات الشعرية، لأنه أساسا كيف تفتكر الموسيقى من داخل النص نفسه، وليس اتكاء على منحى أو على قاعدة موسيقية مسبقة زي العروض وهكذا. يعني قصيدة النثر قصيدة مفتوحة يعني وحرة، لكن هذه الحرية ليست فوضى. في النهاية الحرية سؤال وجود وسؤال له إطار وله التزام حتى يصبح مثمرا. فيش حرية مطلقة، يعني الحرية مقيدة. طالما أنا موجود في هذا حتى على المستوى الاجتماعي مقيد، حينما تقول لي صباح الخير فأنا ملزم أن أرد عليك، أقول لك صباح النور. هذه الحرية مقيدة بشروط، ليس هناك حرية مطلقة. هذا الاندياح الذي الموجود في قصيدة الجديدة أو القصيدة الراهنة، يعني كما نسميها قصيدة النثر، عمل نوع من المسخ، وأنه أساسا النسخ القصائد ينسخون بعضهم بعضا، وينسخون أيضا تجارب سابقة ربما في التراث العربي وأيضا في التراث الأجنبي. ليس هناك خصوصية لقصيدة النثر المصرية، وهو يعني هكذا وصلت في النهاية أساسا. يعني أنا أتمنى فعلا أن أرى يعني قصيدة النثر المصرية لا خصوصية، بنت تراثها الشعري وتراثها الاجتماعي والثقافي وتراثها الحضاري. أتمنى أن أرى ذلك. لو كتبت سيرة الخطوط العريضة نشأتي، لأن شوية نشأتي أنا عشت دورة حياة صعبة شوية ومربكة في بعض الأحيان. ثانيا
سرت في ليس في ضوء هذا الفضاء الخاص، وانما في ضوء تجربه جيلي. اتمنى ان اكتب فعلا سيره جمال القصاص في فضاء جيل السبعينات الشعري، لانه هو جيل مفصلي ومهم ليس فقط في الشعر المصري، وانما على مستوى الشعر العربي كله.